كرة تلج تتفاقم أزمة الديون وتكاليف خدمتها، وتتسع معها قائمة الدول المتعثرة على سدادها ليصل عددها 70 دولة وفق تقديرات أحدث التصريحات الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. إننا نرى مشكلة العديد من البلدان مع المديونية تزداد سوءاً وتختفي أدوات التعامل مع هذه المشكلة. مشكلة الديون تطرق الباب بصوت أعلى وأعلى. ارتفاع مقلق لمستويات الدين في الاقتصادات الناشئة مع عجز الحكومات في الوفاء بالتزاماتها والتخلف عن السداد، وضع يبدو أسوأ لدى الدول الأكثر فقراً في العالم والمهددة بانهيار اقتصادي. 35 مليار دولار مستحقة هذا العام على أفقر دول العالم، تلك المؤهلة للحصول على المساعدة في إطار مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك، هي لمقرضين ثنائيين ودائنين من القطاع الخاص. من الشرق إلى الغرب، تجتاح أزمة الديون لتضع الكثير من الدول على غرار لبنان وتونس على حافة الإفلاس، وضعية يبدو أن خلاصها مرهون بتحرك الهيئات المالية الدولية لجدولة آجال تسديد بشروط غالباً ما تكون مؤلمة اجتماعياً وقاسية اقتصادياً.